شهدت مدينة المكلا أعمال ملتقى شركاء جودة التعليم الجامعي تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. بمشاركة 7 جامعات و13 كلية دشن بالمكلا ملتقى شركاء جودة التعليم الجامعي بغرض تأهيل الجامعات الوطنية للدخول في التنافس مع مثيلتها من الجامعات في دول العالم الثالث. طبعا نهدف احنا في وزارة التعليم العالي لإيجاد كل الفرص والإمكانيات المتاحة في تطوير العملية التعليمية، في رفع مستوى الأداء العملية التعليمية، التجويد في العملية التعليمية. الملتقى يهدف إلى تحفيز وتشجيع الجامعات والكليات المستهدفة لتحقيق متطلبات معايير الاعتماد الأكاديمي والجودة والأداة الوطنية لتصنيف الجامعات وتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين المشاركين من الجامعات والكليات المستهدفة والاستفادة من التجارب والاستشارات من خارج البلاد. جامعة حضرموت هي إحدى هذه الجامعات المستهدفة بهذا المشروع، شارك فيها أساتذة من الجامعة في كليات التربية، لأن هذا المشروع اختص بكليات التربية وتحسين جودة العملية التعليمية فيها، سعيا نحو الحصول على الجودة والاعتماد الأكاديمي لبرامجها الأكاديمية. وتناول الملتقى لمحة لدور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني تجاه الكليات المشاركة لتحقيق متطلبات معايير الاعتماد الأكاديمي، قدمه وكيل الوزارة لقطاع الشؤون التعليمية الدكتور خالد باسلم، وعرضا لأثر دورة إدارة التغيير على الكليات المشاركة. هذا الملتقى الذي سيعطي نقلة نوعية في جودة التعليم العالي بتنفيذ هذا البرنامج الكبير، برنامج شركاء الجودة في اليمن، في عدد 65 مشاركا ومشاركة في هذا الملتقى في 7 جامعات موجودة في المحافظات المحررة. أعمال الملتقى سيتم خلالها عقد 5 ورش عمل و4 ندوات تناقش الاعتماد الأكاديمي والجودة والتصنيفات وأفضل الممارسات التي تتعلق بتطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي ونقل المعرفة لأعضاء هيئة التدريس والتعريف بجائزة إنجاز للجامعات المتميزة.